كيف ما شفتوا لاش شفتوا اللعب وشفتوا المقابله، فريق الوداد بدوره ما دارش حتى محاوله في اللقاء، المحاوله اللي جاتوا على اطر ضربه خطا، ماشي ضربه خطا، الا عاودتوا اللقطات غادي تبان لكم عطا لهم غير هكاك داكشي باش يدخلوا البوطو. الماتش كامل وحنا شادين الماتش، ما كتبش الله هو اللي دخلهم في الماتش، والحمد لله نحاولوا نداركوا الموقف ان شاء الله في الماتش ديال القنيطره، وان شاء الله نوعدوا الجمهور المصري ثلاثه نقاط. بالنسبه للماتش ديال القنيطره ما كتظنش انه غيكون ماتش حاسم بالنسبه للاولمبيك اسفي، خصوصا انه يقدر يقرب اكثر المراكز الامام الى ربح ان شاء الله، نحققوا الفوز ان شاء الله الدراري حاسمين ان شاء الله نحققوا الفوز ان شاء الله. كاين حديث كثير على ان الانتقال ديالك الرجاء البيضاوي ولا رغبه ديالك، مازال ما كاين حتى شي حاجه، دابا انا مع فريق اولمبيك اسفي ومازال ما حتى ان شاء الله ما كاين والو. كنعرفوا ان سعد في يلعب في الرجاء، واش عنده امنيه انه يعاود يلعب في الرجاء؟ الساعه انا مع اولمبيك اسفي ان شاء الله، الا كانت شي حاجه الساعه مازال ما كاين والو، باقي ان شاء الله انا مع اولمبيك اسفي نحققوا نتائج جيده الموسم القادم ان شاء الله.